مشاهدينا، تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، يرافقها محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة. وبدأت الجولة بزيارة أعمال شق طريق طابة نفق الشهيد أحمد حمدي بتكلفة 280 مليون جنيه، والذي يتوقع الانتهاء منه في شهر أغسطس العام المقبل. وأشارت نصر إلى أن الوزارة نجحت في الحصول على تمويلات من الصناديق العربية لتنمية سيناء من خلال البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية بهدف توفير سبل الحياة للمواطنين.